أطلق معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020. وأوضح معالي في حفل التدشين أن برنامج التحول البلدي جاء ليواكب احتياجات المواطنين والمقيمين، حيث يعالج البرنامج 6 تحديات تواجه القطاع البلدي، وذلك بوضع 7 أهداف استراتيجية تشمل تحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي وتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة وتقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية. طبعا خالد، في الفترة الأخيرة عدد من الوزارات كانت لديها عدة مبادرات، صحيح، من أجل اللي هو القيام بعدد من الخدمات التي لديها، صحيح، وحتى كذلك تخدم المواطنين والمقيمين. للحديث أكثر عن هذه المبادرات معنا على الهاتف المهندس ماجد المبدل، وهو مدير إدارة البنية التقنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية. حياك الله مهندس ماجد. يا مرحبا، حياك الله أخوي وحيا الله الأخوة المشاهدين. أستاذ ماجد، خليني أبدأ معك. مهندس ماجد، نريد توضيح سريع للمبادرات الست، وما هي الفائدة العائدة على المواطن والمقيم بالمملكة من هذه المبادرات؟ الحقيقة الوزارة عندها أطلقت 6 مبادرات حاليا أو جرى التنفيذ عليها، وهي مبادرة بلدي، وأيضا في مبادرات أخرى وهي تطوير إجراءات الرقابة ومبادرة الامتثال وتطوير وتحسين تنفيذ المشاريع البلدية، وأيضا مبادرة النظافة وتطبيق مفاهيم المدن الذكية. تمام، حلو، ممكن نأخذ تفاصيل بسيطة حول هذه المبادرات؟ المبادرات تأتي ضمن أهداف الوزارة الاستراتيجية. نعم. عندنا 7 أهداف استراتيجية حددتها الوزارة واندرج تحتها 6 مبادرات هذه. راح نتكلم بتفصيل حقيقة عن مبادرة بلدي، وهي والتي تندرج تحت أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسة الوزارة، وهو تقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية. تمام، إيش اللي راح يستفيد منه المقيم والمواطن؟ نهدف من خلال هذه المبادرة بإذن الله إلى تطوير إجراءات مرنة ومؤتمتة. نعم. توفر خدمات بلدية سريعة، أيضا رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات البلدية، ونعمل لبناء بيئة تشاركية أيضا بين القطاع البلدي والمستفيدين من الخدمات البلدية إن شاء الله. طيب مهندس ماجد المبدل، إن شاء الله إحنا نطمح أن يكون في تفاصيل أكثر وتنشر في وسائل الإعلام حتى يستفيد المواطن والمقيم منها، وأنا يعني والمشاهد يطمح إلى أن بالفعل يكون لها دور كبير في خدمته وكذلك في التقليل من الوقت الذي يقوم به من خلال إخراج كافة التصريحات. شكرا جزيلا لك مهندس ماجد، وأنت مدير إدارة البنية التقنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية.